دقيقة لنتعرف على مقدمة هذا الشوط. نجد الشاهينية من هجن الرياس، سيضمر الشاهينية راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما نقله مباشرة إلى المركز الثاني، والوصول من اللي وصلت الظبي من هجن الرياس، سيضمر الظبي الظافر علي بن ميل الوهيبي، ينتقل مباشرة إلى المركز الثالث. المركز الثالث وصول من الشامخة لهجن الرياس، يضمر الشامخة الخبير عوض بن مبارك المهيري، يتواجد بن مبارك ليقدم الشامخة من هجن الرياس في المركز الثالث، بينما اللي في المركز الرابع النويعس من هجن الرياس صالح بسعيد بالعري المري في عملية التضمير، نقلة مباشرة إلى الشاهينية في المركز الخامس من هجن الرياس، يضمر الشاهينية راشد بن محمد بسام المنصوري، ينخطف في هذه اللحظات من الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما انتقل مباشرة إلى المركز السابع. هنا وصول في المركز السابع من الشاهينية لهجن الرياسة، يتواجد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الثامن أيضا الشاهينية لهجن الرياسة، يتواجد المجازف من يقدم الشاهينية في المركز السابع والثامن، يأتي بشعار هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما انتقل مباشرة إلى المركز التاسع. الوصول من سلود لهجن الرياسة الظافر علي بن ميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب، مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، الوصول من الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن المر بن حلوة في عملية التضمير والتدريب. هذه الأسماء مشاهدينا الأعزاء وغزوة هذه القادمة في هذه اللحظة أخذت المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة لنا عودة إلى الصدارة إلى مقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى مع الشاهينية من هجن الرياسة، يضمر الشاهينية هناك راشد بن محمد بالسم المنصوري، يتواصل أبو ذياب هنا يقدم انطلاقة رائعة وجميلة في هذا المساء الرائع من خلال هذا الأداء الجميل، كما أيضا قدم شاهين وشاهين في أشواط الجعدان في الجولة الأولى، واستطاع أن يظهر بنقطتين. هنا يقدم الشاهينية في المرتبة الثانية أو ايضا في الجولة الثانية بالفعل، تأتي في المركز الاول، يأتي المضمر المستحيل ابو احمد راشد بن محمد بسم المنصوري، بينما المركز الثاني شعار هجن الرياسة يصل في هذه اللحظات مع الظبي، يأتي الظافر علي بن ميل الوهيبي ابو اليمايل بالفعل من يقدم انطلاقة الظبي في المركز الثاني، بينما اللي في المركز الثالث تدخلت في هذه اللحظات الشاهينية من هجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ياتي في المركز الثالث. المركز الرابع دخول ايضا اخر من الشاهينيه لهجن الرياسه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الخامس وصلت النويعس في هذه اللحظات لهجن الرياسه صالح بسعيد بالعري المري، يتواجد هنا ليقدم هذه الانطلاقه، ولكن ينخطم من خلال تواجد الشاهينيه لهجن الرياسه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وصل في هذه اللحظات يقدم الشاهينيه هنا ايضا مقدما هذا الاسم وباحث عن نقطة ثالثة في هذا المساء، كما قدم الشاهينية والشاهينية في اشواطنا الرئيسية في الجولة الاولى. هكذا انطلقنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، وصلنا ست المراكز الأولى، ناخذ المركز السابع. المركز السابع نتعرف من خلال الأسماء القادمة والمنطلقة بالمركز السابع، أيضا هنا أيضا التحديات والإثارة من خلال أيضا هذه الانطلاقة الرائعة، وأيضا انطلاقة خامس أشواطنا في هذا المساء. أيضا المركز السادس وصول في هذه اللحظات من مطفية لهجن الرياسة علي بن ميل اللهيبي، يضمرها وسلهود ايضا لهجن الرياسة بقيادة علي بن ميل اللهيبي على المركزين ايضا السابع والثامن. المركز التاسع تأتي العاند لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك اللهيبي في عملية التضمير والتدريب. الشاهينية من هجن الرياسة تأتي في المركز العاشر بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء،
متابعين الكرام من خلال هذا الانطلاق وهذا التحدي المثير. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المنافسة القوية. هناك الصدارة مع الشاهينية، راشد بن محمد بالسم المنصوري يقود الشاهينية من المؤسسة العملاقة، مؤسسة هجن الرياسة الداعمة دائما وابدا لرياضة الآباء والأجداد. تتواجد هنا أيضا بهذا الشعار الرسمي والفاخر في عالم الأصالة. يتواجد المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما شعار هجن الرياسة الآخر يتقدم باختلاف المضمرين. هناك محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم الشاهينية على المركز الثاني، وصول في المركز الثالث. أيضا شعار هجن الرياسة مع الظبي، الظبي القادمة بشعار هجن الرياسة يقدم الظبي. هناك أيضا علي بن ميل الوهيبي يأتي الظافر مقدما لظبي الفلا رمز العطا بالفعل، تتقدم لتأخذ المركز الثالث، عينها على المركز الأول مع هذا الانطلاق ومع الشعار الأحمر الخالص بالفعل. المركز الرابع والخامس تأتي الشاهينية من هجن الرياسة، يضمر الشاهينية والشاهينية محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم هذه الانطلاق القوية والتحديات المثيرة في عالم الأصالة. جسر العبور، وصلنا هذا الجسر الكبير في تحديات الأصالة. الزاوية اليمنى هي الزاوية الصعبة دائما في عالم سباقات الهجن، في الميدان بالفعل هي الزاوية الصعبة، ولكن تكتيك المدرب والمضمر يأتي بها أيضا بخبرة رائعة مع بن زيتون. يقدم الشاهينية بانطلاقة ولا أروع من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، أول العابرين هنا في جسر العبور. يأتي أبو سعيد المجازف يقدم انطلاقة الشاهينية من هجن الرياسة، بينما مباشرة إلى المركز الثاني الشاهينية من هجن الرياسة يضمرها هناك راشد بن محمد بالسم المنصوري. انتقل إلى الظبي لهجن الرياسة، يضمر الظبي علي بن مي اللهيبي، ودخول من الشاهينية خذت المركز الثالث، والشاهينية الأخرى أخذت المركز الرابع بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يقدم الشاهينية، والشاهينية أيضا تأتيان بالمركزين الرابع والثالث بالفعل، يأتي ليتقدم مع المجموعة الأولى. تعزيز للصدارة أيضا بذكاء بن زيتون بالفعل، يقدم هذه الانطلاقة القوية والتحديات المثيرة. ناخذ المركز السادس يا يوسف، أخرنا شوي. المركز السادس يا راعي الخوارة، من السادس قادم؟ هناك تحديات مثيرة وانطلاقات قادمة أيضا، ترقبوها في الكيلومتر الأخير القادمة. امطفية بالفعل من هجن الرياسة الظافر علي بن ميل الوهيبي، والوصول من سلهودة لهجن الرياسة أيضا علي بن ميل الوهيبي على المركزين السادس والسابع، بينما اللي في المركز الثامن المركز الثامن النويعس لهجن الرياسة صالح سعيد بالعري المري، والمركز التاسع وصلت هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء الشامخة من هجن الرياسة عوض بن مبارك المهيري، خذت المركز الثامن. المركز التاسع تبقى شاهينية النويعس من هجن الرياسة. المركز العاشر هنا تأتي العاند لسمو الشيخ بخليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي. هذه نتيجتنا، ولكن العودة إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة الأولى، إلى التحديات المثيرة في عالم الأصالة. العودة إلى مقدمة هذا الشوط، والشاهينية من هجن الرياسة، يضمر الشاهينية محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في مقدمة هذا الشوط بهذا الانطلاق القوي والتحدي المثير. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، المنعطف الأخير بالفعل، بدأنا نتجه لهذا المنعطف، بدأنا نسير مع هذه الأسماء القوية والعملاقة. الشاهينية من هجن الرياسة يضمر الشاهينية، هنا أيضا يأتي راشد بن محمد بالسم المنصور على المركز الثاني، ولكن يا سلام يا سلام المجازف بدأ ينطلق هنا من خلال هذه الاندفاع والورقة الثانية. التعزيز بدأ أيضا يهاجم ليختطف الثلاث المراكز الأولى أيضا بن زيتون. هذا هو التخطيط بالفعل مع بن زيتون ليأخذ المركز الأول والثاني والثالث، ويتجه إلى الكيلومتر الأخير هنا بالشعار الأحمر، شعار هجن الرياسة يقدم هذه الانطلاقة القوية. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هكذا النتيجة، هكذا الأداء الرائع والنجومية الكبيرة مع الصدارة الأولى والمقدمة الأولى. أيضا تأتي
بشعار هجن الرئاسة ليتواجد هناك المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام يا سلام، انطلاق ولا أروع، ثلاثية جميلة يتلاعب بالأرقام بالفعل، 6 7 8 ما شاء الله. الله يا بن زيتون، رقم 6 في المركز الأول، رقم 7 في المركز الثاني، ورقم 8 في المركز الثالث. يا سلام، أيضا هنا بن زيتون يقدم أجمل أيضا لوحات الفنون بالفعل في عاصمة الميادين في الانطلاق القوي والتحدي المثير. الله 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 الله، انطلقت الشاهينية في 500 متر الأخيرة لتندفع الشاهينية الأخرى بدون أي أوامر تذكر يا بن زيتون. جولة الأوامر النهائية 400 متر الأخيرة. الله الله الله، مشكور يا أبو سعيد، مشكور يا أبو سعيد على أيضا تقديم هذه النوعيات وأيضا التجهيز الأخير للتوجه إلى المشاركة في الختاميات. نتمنى لهذا الشعار الأحمر التوفيق بإذن الله تعالى من خلال نتائجه الكبيرة والوفيرة في عالم الأصالة. هذا هو الحمر الخطر، تهانينا من الأعماق نزفها على ظهر الشاهينية والشاهينية والشاهينية لهجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يقدم أيضا تسلسل في الأرقام هنا من خلال هذا التواجد الكبير والتحدي المثير، ولكن مفاجأة هنا من الوثبة تدخلت في المركز الثالث هنا أيضا، وهذه مطفية بالفعل لهجن الرئاسة. أيضا الظافر علي بن ميل ألوهي بالمركز الرابع، شاهينية من هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري قدمها بالفعل، والمركز الخامس في انتظاره بالفعل لتأتي في المركز الخامس في هذه اللحظات. أيضا هذه هي سلهودة من هجن الرئاسة، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. هذه مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام لقطات انطلاقة الشوط السادس والخاص بالأبكار الثنايا المهجنات الأصايل. يأتي الهواري بالتوقيت الزمني لهذا الشوط حيث حمل أيضا التوقيت الأفضل هنا 13 دقيقة 11 ثانية وجزئين من الثانية. الشاهينية من هجن الرئاسة، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني. 13 دقيقة 12 ثانية 7 أجزاء من الثانية بالفعل. الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، مطفية مفاجأتنا في الأمتار الأخيرة، تدخلت لتأخذ المركز الثالث هنا بانطلاقة قوية واندفاع كالسهم ب 13 دقيقة 19 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لعلي بن مي اللهيبي، تهانينا والناموس للجميع. التواصل يستمر مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء، نحييكم من ميدان الوثبة عاصمة الميادين مع انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة.